ميني وديدي دائما على استعداد للإجابة. المساعدات السعيدات في الخدمة. ميني تتكلم. أهلا كلارا. لديك بيضة جديدة. جالسها بينما تنهين مهامك؟ أجل طبعاً، متخصصات في مجالسة البيض. نحن قادمات. هيا يا ديدي، علينا أن نرى بيضة كلارا الصغيرة اللطيفة. أوه، كم هذا رائع! لكن أولاً نحتاج ملابس جليس البيض. ترى! حسناً، سأجلس على البيضة أولاً. أنا فقط سأقوم بتمارين التمطط أولاً. لا، أعتقد أني بخير. إذا لم تكن القرقعة منك فلا بد أنها البيضة. لقد بدأت تفقس. ما الذي سنفعله؟ أنا أعرف، أنت وبلو تبقيا هنا وحاولا منع البيضة من الفقس. أنا وكوكولوكا سنعثر على كلارا. أنا لا أراها. لا بد أننا سبقناها. حسنا، يمكننا الاستراحة لدقائق. ما كان هذا؟ العربة تتحرك. أيفترض أن تتحرك؟ ليه؟ ها هي كلارا. كلارا، يا خبر، علينا أن نوقفها. نحن مشغولتان الآن يا ديدي. حسنا، لكن يا ترى متى ستأتي كلارا؟ البيضة ستفقس في أي لحظة. نعمل على عودتها، سنعود بها سريعا. بالرغم من أن المهمة كادت أن تخفق، إلا أن ميني وديدي رفضتا الانكسار. واصلوا المشاهدة للحظة